عليكم. اليوم شركة تكتلات تفتتح البيع في مخطط المدينة الذكية بشمال الرياض. شوفوا ما شاء الله عدد الحضور اللي جايين للمنطقة، والمخطط عالم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تقولون بيعطونهم الأراضي بلاش؟ لا إله إلا الله، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا أعداد السيارات، تقولون يصلون العيد. لا إله إلا الله، هذا هو العقار يقولون نايم مدري راكد. متوسط سعر المتر تقريبا 1900، ها؟ ما شاء الله. مخطط المنطقة الثانية المدينة الذكية. متوسط سعر المتر، شوف العالم. لا لا لا، ايش رايك؟ هذا ببلاش ولا بدراهم؟ والله العظيم ما ادري وش الدعوة اليوم، لكن الله يوفقهم. الله يوفقهم. ايش رايك؟ هذول جايين يدفعون دراهم وهم جايين ياخذون. ما ادري دراهم ولا، لكن ما شاء الله. هذا اللي يقول العقار نزل والعقار هدى سام؟ هذا اللي يقول العقار هدى والعقار نزل. لا يا شيخ، كم القطع اللي بيعت اليوم بس الحين في ذا الساعه؟ كم؟ شيء مو طبيعي. لا يا رجل. كم المتر؟ وصل 2200. والله وشيء ب 1900 وشيء ب 1950. ايش تقييمك؟ هلا والله، والله ما شاء الله تبارك الله، يعني حضور كثيف بصراحة. أيوة. حضور كثيف ما شاء الله، وما شاء الله السوق يعني واعد بخير ما شاء الله. ايش تقييمك؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، فقهم تبارك لهم. عالم شو العالم، لا اله الا الله. موقع المخطط، شرق طريق أبو بكر، جنوب طريق الملك سلمان، مدينة الرياض.